مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة على أحلى مشاهدين برنامج جمالك مع رينا. زي ما وعدتكم كل حلقة هيكون معايا متخصص يهمك ويفيدك في حلقتنا، وعلشان المتخصص معانا بيكون متميز ومختلف، لأن في برنامجنا لازم نختار ضيوفنا المتميزين والمختلفين. ضيف النهاردة مش عادي، وفي تصميم الأزياء والفساتين مش عادي. خلينا النهاردة نرحب بضيفي معايا في الاستوديو، عريف. ازيك يا عريف؟ يا اهلا بحضرتك، منورني في الاستوديو. الله يحفظك. حابة قبل ما ابدأ الحلقة ان انا هنئ الشرطة بمناسبة عيد الشرطة. عريف، عايز ابدأ معاك، كلمنا ازاي بدأت اصلا مشروعك؟ والله هو بالنسبة لبداية المشروع انا بدأت بحاجة بسيطة جدا، زي اي حد بيبدأ مشروع يعني، لكن الطموح وحب المهنة ممكن يخلي اي واحد يكبر في المجال بتاعه. فحب المهنة وحب الناس ده أهم شيء في يعني في الدنيا، حب المهنة وحب الناس ودعاء الوالدين طبعا مش هننساه، دي حاجة من الحاجات الجميلة جدا في الدنيا. فأنا بدأت مشروع زي أي حد بيبدأ مشروع بحاجة بسيطة جدا، لكن الحمد لله واحدة في واحدة، بدل المحل بقى 2 و3، ودلوقتي يعتبر أكبر مول على مستوى كفر الشيخ، اللي هو مول أولاد عريف اللي هو بتاعي أنا، والحمد لله وربنا عني، وعملت مصنع ووصلت للعالمية زي ما انت عارفة، والحمد لله ليا شغلي وليا علاقاتي وليا عملائي في العالم كله. طب عايز افهم منك ايه لقب مستر؟ ليه بيقولوا لك دايما مستر عريف؟ هو مستر يعني هو ده لقب لقبوني بيه اولا، فمستر استاذ زي ما بنقول احنا، فيعني زي ما نقول استاذ في شغله يعني. فعشان كده لما لقوا ان حضرتك بروفيشنال في شغلك فسموك ان انت مستر عريف، صح؟ أيوة كده، الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب بدات امتى نشاطك؟ بقالك كام سنه في المجال؟ انا بادئ من 2010 النشاط بتاعي، والحمد لله 11 سنه، والاسم بدا يسمع في السوق بعد ما بداته بحاجات بسيطه يعني، مش ما خدش الفتره اللي هي، بس الحمد لله بدا يسمع، واكيد الناس سامعاني دلوقتي وعارفيني كويس، فالحمد لله رب العالمين. الواحد طالما بيسعى وبيتعب وعنده طموح لازم هيوصل بمشيئة الله تعالى، دي أول شيء يعني. أكيد. طيب عايز أكلمك إن أنت دلوقتي ما شاء الله عليك عندك محل واتنين لحد ما وصلت المول، العمالة عندك بتحتاجها بتكون عمالة مصرية ولا أجنبية؟ لا، هي العمالة في التسويق دايما أنا بفضل إنها تكون عمالة مصرية، لأن العمالة المصرية يعني متفاهمة مع الشارع ومع السوق ومع الزبون اللي داخل، والعمالة المصرية ولله الحمد يعني أنا بشوف فيها عندها اللباقة وعندها طريقة الإقناع للزبون، وعند يعني عندها خبرة كويسة في المبيعات عن العمالة الأجنبية. ده بالنسبة للتسويق. طب بالنسبة للتصنيع؟ بالنسبة للتصنيع طبعا أنا بستعين بأخويا الأول اللي هو رقم واحد، اللي هو السعيد عريف، ده أخويا هو يعتبر رقم واحد بالنسبة لي في التصنيع، وممكن ده ما يمنعش ان انا احتاج لخبره اجنبيه بحيث يعني نوصل اكتر ونزداد خبره اكتر. حلو جدا. طيب بيجي لنا دلوقتي سؤال كتير قوي على المقاسات الخاصه. الناس اللي بيكون جسمها مليان او قصيره، ده بتتعامل معاه ازاي كمصمم؟ هو المقاسات بالنسبه للفساتين اللي في السوق كلها او في مصر كلها هنقول هي كلها مقاسات واحده. أوكي. مقاسات واحده، لكن في حاجة اسمها في عروسة بتقفل سوستة، في عروسة بتستعمل رباط من ورا علشان يدي وسع شوية، يعني الفستان يلبس معنا يبدأ من 55 مرتاح، يلبس أنا أقدر أخليه يلبس لحد 90 كيلو. تمام. ده لعب في المقاس، ده موجود يعني على حسب الطلب احنا بنتعامل فيه بدون إعادة تصنيع أو بدون أي حاجة، بيبقى فيه احتياطي توسيع. تمام. طب بالنسبة للموديلات حضرتك مثلا بيكون في موديل معين بترشحه للكلاينت بتاعك ولا هم اللي بيجيبوا لك التصاميم؟ عايزة أفهم من حضرتك برضو النقطة دي. هو الموديل أولا هو بيجي في الأول على حسب طلب السوق، وممكن فكرة بسيطة يعني، ممكن فكرة بتاعت واحد مش في المجال خالص تطلع معايا تصميم كويس وستايل كويس يعني، أنا بحب أخذ أفكار الناس كلها بحيث فكرة على فكرة بتجمع معاك حاجة جديدة. تمام. يعني وفي حاجة ممكن مش عجباني لكن عجبة الناس يعني، فبنمشي على حسب طبعا السوق ماشي ازاي، على حسب طبع السوق وحسب الحاجة اللي هي مطلوبة في السوق، لأن مش أنا اللي هلبس، أكيد الناس اللي هتلبس، كل واحدة لها ذوق، فلازم تكون الأذواق كلها موجودة ومتوفرة.
يعني نفهم كده برضو من حضرتك ان لو اي عميله معانا دلوقتي بتتفرج علينا ببرنامج جمالك مع رينا عايزه تصميم معين او شكل معين بتتواصل مع حضرتك؟ تصميم معين او شكل معين اسلمه لها في 24 ساعه. خلال 24 ساعه؟ خلال 24 ساعه يكون الفستان متصمم، 48 ساعه لو هي من محافظه ثانيه يكون واصل لحد باب بيتها في 48 ساعه. تمام. اذا هي هتشرفني في 24 ساعه تاخده. تمام. خلينا طيب نتفرج على التصاميم الجميله اللي احنا جايبينها نتكلم عنها. اتفضلي. اوكي تمام. طبعا التصميم ده طبعا شغل جوميه، شغل جوميه زي ما احنا شايفين الشاحط بتاعه يعني ما يتعداش المتر. في طبعا عروسه بتطلب الشاحط 2 او 3 او 4 متر على حسب الطلب. فهو الشاحط بتاعه ده من حوالي 90 سم. طبعا ده فستان اسمه اوف شولدر. ليه اوف شولدر؟ من فوق بالاضافه الى كم، بالاضافه الى كم طبعا للعروسه اللي هي مش محجبه. تمام. ده خطوبه؟ ده طبعا خطوبه وحنه، يعني مش خطوبه، خطوبه وحنه. طبعا الفستان زي ما انت شايفه هو احنا لو جينا نتكلم عن الفستان هنقول عليه طفش هاندميد اللي هو ده. اللي هو ده الفستان لو قلنا طوله هنقول طوله من اول الطول بتاع الجيبه بتاعته مثلا 100 بالظبط 123 سم. طول المنطقه اللي فوق طولها مثلا 29 سم. طب بالنسبه كام في الميه الهاند ميد في الدرس دوت؟ بالنسبه للفستان ده الهاند ميد في الفستان ده يعني هنقدر نقول يعني مش هقول لك 50%، لا هو 30%. 30% لكن مديله جمال لان الحاجه مش بكترها. يعني ممكن اعمله كله هاند ميد لكن مش هيدي، يعني كل ما قل الهاند ميد في الالوان بالذات بيدي معاكي جمال اكتر. تمام. لعبه الكم اللي معموله في الكم ده مغيره الستايل تماما. فهم. مغيره شكل الستايل تماما وبتعجب ناس كتير يعني. تمام. نبص على الستايل التاني. الفستان الثاني الثالث الفستان ده طبعا البنات او احنا او بصفه عامه في السوق اسمه الملكي. ده فستان ملكي زي ما بنقول عليه ملكي. شغل زي ما احنا شايفين نظامه معمول طفش، هو جوميه. طبعا في حد هيقول لي مكونات الفستان ايه؟ دي سؤال اكيد في ناس بتتكلم عليه دلوقتي. هو متكون من ايه؟ بتتكون من الفستان إيه ده متكون من جبونه ستان اللي هو الستان التركي الاصلي. الجبونه ديت فيها عباره عن 6 سلوك من تحت عشان تدي النفشه اللي انتم شايفينها، وبعدين الطبقه الستان اللي هي الطبقه الجيبه الستان، وبعدين طبقتين تل، وبعدين طبقه الجوميه. طبقه الجوميه ديت وعليها الخامه اللي هي الطفش الهاند ميد زي ما احنا شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي بالنسبه لمكونات الفستان. طيب الخامات اللي فيه بنسبه كام في الميه مصري؟ لا بالنسبه للخامات اللي في الفستان ده لو قلت لك في 1% مصري ابقى بضحك عليك. خاماته كلها مستورده. كلها مستورده. كل خاماته مستورده. في مش معنى اللي هي مستورده ما فيش مصري. احنا عندنا خامات مصري كتير، في ستان مصري، في حاجات كتير مصري، لكن مش هياكل في الستايل الجمعي. تمام. لو انا جيت عجبني الفستان دوت وحابه ان انا اشيل الكم او العب في حاجه فيه، الكم بتاعه فك وتركيب، يعني الكم يتشال ويتحط تاني. يعني حضرتك تقدر ان انت تغير الشكل زي ما انا حابه كلاينت؟ اذا عروسه مليانه شويه او الوزن اكبر الكم يتشال ويتعمل له كم اوسع. بالاضافه هنستعمل الوسع اللي فيه من ورا مع الوسع الاساسي بحيث يلبس، ده يلبس من 55 كيلو لحد ممكن يجيب معانا 90 كيلو. يا ده يجيب 90 كيلو. تمام. طيب شكرا للموديل. عايزه اتكلم معاك على حاجه مهمه قوي، العماله المصريه والشغل دلوقتي في مصر عموما. دلوقتي طبعا بسبب احوال البلد اللي احنا فيها. شغلك عامل ازاي كمستر عريف وعندك مول تجاري في كفر الشيخ ما شاء الله؟ يعني انا عارفه ان انت عندك محل واثنين وثلاثه في كذا مكان. وعايزه اتكلم معاك في نقطه تانية بس بعد ما نخلص النقطه دي. عايزه اتكلم معاك ان انا عرفت ان انت كمان بتودي الاماكن كتير جدا ادريسات. اتكلمنا الاول على موضوع اللي حضرتك انت بتوزع الادريسات. هو التوزيع ولله الحمد انا مش هقول داخل مصر، انا وصلت للعالميه في التوزيع وحضرتك طبعا شفتي وعارفه
وصلت للعالميه بالنسبه للتوزيع لاكثر من دوله. يعني بقيت تصدر بصدر لاكثر من دوله. يعني انا عامل طلبيه قبل ما اجي لك دلوقتي للتشاد، لدوله تشاد. معايا اكثر من دوله تشاد، معايا تونس، معايا الجزائر، معايا ليبيا، وديت لدوله جيبوتي، معايا اكثر من دوله ولله الحمد بالنسبه للتصدير. بالنسبه للبيع داخلي هنا ولله الحمد مسيطر على جميع محافظات مصر. طب يعني ربنا يزيدك يا رب، البرنامج يكون فتحة خير عليك بزيادة إن شاء الله. مسيطر على جميع محافظات مصر ولله الحمد، واسمي معروف في السوق. ده بالنسبة للشغل الداخلي. طبعا شغل الإيجار ده معروف الحمد لله، أعتبر من الناس اللي هي تتعدى على الأصابع بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ. الحمد لله رب العالمين. طيب عايزين نتكلم دلوقتي لظروف البلد والاقتصاد اللي احنا فيه بسبب طبعا ظروف الفيروس كورونا اللي موجود. الشغل معاك عامل ازاي؟ هو ظروف البلد الله يكون في عون الناس عامه، يعني انا بعذر الناس كتير، يعني حتى يعني وبعذر الطريقه اللي الناس بتتكلم فيها في الاسعار معايا، يعني ما بلومش عليهم لان البلد بالفعل ظروفها صعبه الايام دي، وبحاول بقدر الامكان الا انا اكون موفر العالي والوسط وشغلي يكون في متناول الجميع، بحيث في واحده تقدر تاخد فستان ب 5000، في واحده ما تقدرش. فاحنا بسعى بقدر الامكان اللي اكون موفر عندي جميع في متناول الجميع، يكون اللي معاه كتير يلاقي طلبه، اللي معهوش يلاقي، اللي معهوش خالص هيكون عليا خالص الحمد لله. لكن انا ما ينفعش اقول لك انا بعمل خير او الكلام ده، بس الحمد لله لو حد دخل لي ومعهوش انا ما بطلعه الزعلان. طيب العماله اثرت؟ هل مثلا كان عندك عماله مثلا في المصنع او في المحلات مثلا افراد كتير والموضوع قل، ابتديت ان انت تخفض في العدد معاك، ولا كنت شغال زي ما حضرتك بصي شغالي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، العماله بالذات كل ما تزيد كل ما رزقها بيزيد. انا ما بحبش اقطع عيش عامل بسبب سوق حلو او سوق وحش، وكل عامل بيجي برزقه. يعني انا عمري ما مشيت عامل بسبب ان السوق تعبان او السوق واقف او الكلام ده. وممكن ده رزق العماله مش رزقاني، يعني ممكن يكون ده رزقهم هم. فالحمد لله انا ما بطحش عيش عامل بسبب ظروف سوق او بسبب كورونا او بسبب ده او بسبب ده. فربنا بيرزقنا ممكن بسببهم هم اللي احنا فاتحين بيوتهم او كده يعني. تمام. طيب بالنسبة بقى للعصر اللي احنا فيه دلوقتي التكنولوجي و3D، هل احنا بنستخدمه دلوقتي في الأزياء ولا ما وصلش لسه الأزياء الموضوع ده؟ هو أنا أقول لحضرتك على حاجة، هو دايما أنا بحب أدور على الجديد. تمام. بحب أبحث على الجديد، يعني والأفكار الجديدة في الفستان دايما بتعمله موضة مختلفة. يعني ممكن فكرة بسيطة في الفستان تغير الستايل بتاعه تماما، يعني لان الفساتين كلها مكونه من ايه؟ جبونه، تول، الفستان بكم 99% دلوقتي بكم، وفيه الملكي وفيه اللي زي ما شفت في شولدر. فممكن اي حركه بسيطه او لعبه بسيطه في الفستان تغير الستايل بتاعه تماما. بعيد عن الخامات وبعيد عن كل ده، الفستان اي لعبه بسيطه فيه او حركه بسيطه فيه تخلي الستايل بتاعه بقى اسمه ستايل تاني خالص وموديل تاني خالص. مظبوط. فالحمد لله رب العالمين احنا دايما بنسعى ان احنا نعمل حاجه جديده في الفستان، وهو ده الصح طبعا في عالم الفاشن. يعني انت شفت دلوقتي الفستان اللي هو البيبي بلو. تمام. في اختلاف بسيط اللي هو في الكم بتاعه من قدام، ده مغير الستايل بتاعه تماما جدا. ممكن عروسه تاخده علشان خاطر الحاجه اللي في الكم بتاعه دي. وكمان الدرس البرايد الاولاني كمان هاف شولدرز شكله جميل قوي. اخواننا الاقباط طبعا ما بيلبسوش تقفيله، هتيجي عليها على طول وهتاخد. طيب عايزين نتكلم معاك بقى عن المبادره اللي حضرتك مقدمها. بالنسبه للمبادره اللي انا مقدمها، انا يعني حابب اتبرع ب 20 فستان للجماعه اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني مش في كفر الشيخ بس، لا في جميع محافظات مصر. اي واحد ممكن عرايس كتير فرحتها متوقفه على سبب فستان، يعني ممكن فستان موقف عروسه، يعني وممكن يكون عامل مشاكل كمان بينها وبين العريسه او بينها وبين العريس. فانا ببادر ب 20 فستان لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا اللي شايفه اللي هي فرحها جه ومحتاجه فستان
ومش في امكانها او في امكان عرسها، لا تكلمني وانا تديلي عنوانها واسمها بس، وانا هعرف ازاي اذا كانت محتاجه او لا بطريقتي. طيب وبناسي يعني في جميع المحافظات وفي جميع مراكز طيب المحافظات، وهوصله لحد بيتي. ازاي وهصوره اثناء التسليم، اللي هيسلمها الفستان هيصوره اثناء التسليم، وابعت لك الفيديو وينزل على الهواء تاني، او هيكون لنا لقاء تاني ان شاء الله الايام اللي جايه، وهنثبت للناس المصداقيه في الكلام بالصوت وبالصوره اثناء التسليم. اكيد طبعا اهم حاجه عندنا المصداقيه، وان شاء الله ان احنا نتواصل معاكم بالفيديوهات إن شاء الله. علشان يكون في مصداقيه للكلام وهو بيوصل ال 20 فستان. بس حضرتك شايف ازاي ان احنا نتاكد ان هم يستاهلوا او فعلا ذو يتحقوا ان هم فعلا ياخدوا الدريس دوت، او هم فعلا ذو احتياجات فعلا محتاجه؟ حضرتك ما عليها الا تتصل بيا تديلي اسمها وعنوانها بس. تمام. أنا أعرف إزاي هي محتاجة ولا لا. أنا ليا ناسي في جميع المحافظات وفي جميع المراكز، ومش عايز أقولك في جميع قرى الجمهورية، أقدر أحدد هي محتاجة ولا لا، وهبعت مندوب يسلمها لحد البيت وهيصورها وهي بتستلم الفستان، بحيث تكون الصور معانا صوت وصورة، بحيث نثبت للناس مصداقية المبادرة اللي احنا عملناها. تمام. مفاجأة حصرية من برنامج جمالك معرينا مع مستر عريف، 20 فستان هيطلع ل 20 عروسه تكون فعلا محتاجه. تواصلوا معانا بالظبط، تواصلوا معانا على رقمنا، ودي مفاجاه حصريه، وكل حلقه ان شاء الله هيكون معانا مفاجآت في برنامج جمالك معرينا. تواصلوا معانا على رقمنا وان شاء الله هنتواصل مع كل حد تواصل معانا، واللي هنلاقيه فعلا محتاج للحاجه دي هنقدمها له، والرقم دلوقتي موجود على الشاشه، تواصلوا معانا. حابة أخد منك كده في دقيقة نصيحة لأي شاب بيبدأ كمصمم أزياء أو يفتح أتيليهات. بص أنا أقول لحضرتك على حاجة، فيه ناس كتير بتفتح وبتنجح، وفيه ناس كتير بتفتح وبتفشل. هتقولي لي إيه هو السبب؟ المفروض أنا جيت أفتح مشروع ما هوش تخصصي، لازم الأول يعني أزداد خبرة فيه. الخبرة دي رقم واحد في أي مشروع بعيد عن الأزياء، أي مشروع بصفة عامة لازم أخد خبرة من أهل الخبرة، دي أولا. ما ينفعش أجي في شارع الهرم وافتح أتيليه بفساتين شعبية، ما ينفعش نفس الكلام أجي في منطقة أرياف وافتح بفساتين المفروض تتحط في الهرم. فكل مكان وبيبقى ليه الستايل بتاعه والموديل بتاعه، يعني امشي على حسب المكان اللي انت ماشي فيه. ما ينفعش افتح في منطقه الناس فيها لا حول ولا قوه ومش لاقيين، وانزل لهم فستان اقول الفستان ده ايجاره 10,000. صح. فكل منطقه ولها سعرها ولها ستايلها ولها اللي يمشي معاها. تمام. انا حابه ان انا اشكرك النهارده، فعلا الوقت الجميل بيروح بسرعه. حابه اشكرك مستر عريف على الحلقه الجميله دي، ونشكرك كمان على المبادره الحلوه اللي انت قدمتها لنا ببرنامج جمالك معرينا. تسلمي. استنونا في حلقه جديده ببرنامج جمالك معرينا، وكل مره مفاجاه حصريه من برنامج جمالك معرينا. وعايزه اشكر بس قبل ما انهي كرو العمل كله اللي دايما بيبقوا واقفين في ظهري وواقفين جنبي وبيساندوني ان الحلقه تطلع كويسه وان الشغل يطلع بطريقه كويسه. حابه اشكر كل الناس اللي معايا، وحابه اشكركم على مشاهدتكم لينا، وانتظرونا الحلقه اللي جايه في برنامج جمالك معرينا.